اشتغلت مع السي حدو مقل رئيس الصحه المدرسيه يوم هذا المبار نطلبوا له الشفاء العاجل. خدمنا على مستوى الاحواض المدرسيه لي سي سي بي، خدمنا في الساحل وخدمنا، كنت ديك الساعه نائب رئيس جمعيه امل. خدمنا تكييف ديال الامتحانات السادس، وكان السبق لينا في اقليم العرائش وفي الجهه ككل. خدمنا مع السي قاسمي بقالي في المنسق الجهوي للدعم المدرسي بالأكاديمية على تكييف ديال الامتحانات بالنسبه للاعدادي والثانوي، والحمد لله اختصرت به في 2018 كان عندنا تكييف ديال الامتحانات ونجحوا الوليدات بمعدل 14 فما فوق، وهذا انجاز كبير بفضل الله سبحانه وتعالى والجمعيات والاكاديميه. حاليا الامور دابا المقرر الوزاري واضح وكل شيء يدي حقه، سواء عن طريق الجمعيه او لا يجي يحط الملف ديالو طبيعه الحال الملف الطبي، وتيكون قبل شهر ديسمبر. انا عندي نقطه واحده، ان الرد تيكون من بعد يا تيكون في يناير، تتكون دازت الدوره الاولى. بالنسبه ديال التكييف ديال الامتحان الاشهادي راه ماشي مشكل، تتبقى المشكل في المراقبه المستمره بالنسبه للدراري ديال اولا باك والثانية باك، لان تمشي عند الاستاذ تيقول لك ما عنديش علاش نبني، لان مازال ما جاش الرد من الوزاره، تيبقى داك الدري ما بين. فتنتمنى يكون واحد الجواب ناجع لهذه النقطه.